أهلا أهلا، وصفة جديدة من وصفاتي معكم. رز بشاور بالدجاج والخضار بيحب أقصى قلوبكم، وراح أستخدم فيه جهاز هوم إليك متعدد الوظائف. يلا نبدأ. قطعت الدجاجة إلى أربع، وبنفس الوقت فتحتها فتحات عشان تدخل فيها التتبيلة والخضار اللي تحبونها، ضيفوا وزيدوا اللي أنتم تحبونه. قطعتها بهالشكل. التتبيلة الآن بتكون للجهتين. عندي هنا ملح، فلفل أسود، كزبرة وبابريكا، بخلطها مع بعض وراح أتبل فيها الدجاج من الجهتين والخضار. وقبل ما أدعكها راح أضيف لها شوي زيت زيتون. نجي نكمل تتبيلة الدجاج فقط. الحين راح نضيف الكاتشب ونضيف الصويا صوص وندعكها مرة مضبوط من الجهتين. نجي الحين بنحمس البصل عشان الرز. الجهاز أنا فتحته من قبل، حطيت قطعة زبدة وعليها شوية زيت نباتي وخليها تسخن شوي. مع الزيت والزبدة راح أضيف البهارات العدلة وأستمر بتحريكها. طلعت ريحة البهارات، راح أضيف الآن مكعبات البصل. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن قوة الجهاز. أنا أعتبره خيار ممتاز خاصة لسحور رمضان، جنن. راح أضيف الآن الرز مع موية النكهة. بضيف الملح وأقلب كده تقليبة بس بسيطة بحيث أن الرز ياخذ نكهة حمس البصل مع الزيت والزبدة. راح أضيف مكعب زبدة والموية المغلية، ما يحتاج موية كثير لأنه منقوع. والخطوة اللي بعدها اللي بسويها الحين، الشبك هذا يجي مع نفس الجهاز، راح أضيف له قطع الدجاج بهالشكل على جنب. وبعدها ايش بسوي؟ كيف عندي هنا السمسم، راح احطه فوقها، فوق قطع الدجاج بهالشكل. فعليا ودي تشمون الريحه تبارك الرحمن. عندي هنا قطع الخضار، الخضار قلت لكم اللي انتم تفضلون، راح ارصها. حطيت ثوم وحطيت العلوب، بعد هذه الأشياء اللي ما نقدر نستغني عنها. كمية الصوص المتبقية بالصحن نرجع أضيفها مرة ثانية فوق الدجاج، ونرجع نرص الخضار بشوية سمسم ونغطيها. وتعالوا أكلمكم شوي عن الجهاز. طبعا أحسن شيء أوريكم إياه بهالشكل، تشوفون الجهاز كامل. أول شيء مثل ما شايفين إن في الشاشة الرقمية، في خيارات كثيرة كثيرة يا بنات، في خضار، في زبادي، تقدرين تقلين قلي عميق فيه وبنقلي بإذن الله، في تقدرين تسوين فيه العصيدة، المحلة، الحنيني، تقدرين تحمرين الطبخ مثل ما احنا سوينا اليوم. وفي هنا تقدرين تضبطين درجة الحرارة على ما تبين، تقدرين تذوبين الشوكولاتة، تذوبين الثلج، يعني تحطي فيه دجاجتك ولا لحمتك وذوبي فيها الثلج، يعني يشتغل كأنه ميكروويف وآمن. في المأكولات الخفيفة زي الكب كيك وهالأشياء، وتقدرين مثل ما قلت لكم تقلين فيه. هنا تقدرين المؤقت حقه، تزيدين وترفعين درجة الحرارة وتزيدين وترفعين حتى الوقت للتشغيل، وهنا يرجعك للقائمة وهنا يرجع مرة ثانية يضبط لك إياها. تحمصين فيه الخبز أو تحمصين فيه اللي انت تبينه، حتى للقهوة يهبل. فيه خيارات للشوربة وخيارات للبيتزا. إذا قلت لكم فعليا أنه أكثر من 18 وظيفة أكون يعني أعطيته حقه. الجهاز آمن جدا، 1600 واط، السعة حقتها 6 لتر. ملاحظين تبارك الرحمن، يعني أخذ لي الحين 3 كاسات رز ترى اللي أنا حطيت فيه. مصنوع من السل ستيل اللي من داخل، فخذوه وحطوا بطكم بطيخة صيفي. على فكرة مثل أجهزة قصر الأواني، الضمان حقه 3 سنوات. يجي معها، خلوني أوريكم الملحقات هذه، بس لحظة شوي أبعد ستاند شوي بكل أريحية. نشوف اللي هو الشبك، نقدر نحط عليه أي نوع من الخضروات أو اللحوم، وشبك القلي اليد هذه تراها من هنا، شفتوا
نفصلها بس عشان ما اطول عليكم السنابات، نقدر نفكها ونطلعها. شلت الشبك بس قبل ما اغرف خلوني اوريكم لون الرز شلون نزل عليه الصويا صوص. شي شوف تبارك الرحمن. بنقطع لكم الدجاجة هوريكم من جوا. شوفوا هذه أصعب مكان أو أقوى مكان بالدجاجة. شوفوا اللون تبارك الرحمن، شوفوا درجة الاستواء خطيرة. بطاطس شوفوا لونها من جوا جنن. وعيشوا.